السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجع مرة تانية للحلمية وأيام الحلمية وأيام الطفولة، لأن في الأيام دي الواحد بيتذكرها ليه؟ لأن كانش فيه مسؤوليات، ما كانش فيه تغيرات طبيعية لأجسامنا في نفس الوقت ده وإحنا أطفال، وكنا أبرياء وبنلعب وبنتكلم على مزاجنا، ممكن نطلع كلام مش كويس والناس بتقول لك كبر مخك عشان دول أطفال صغيرين. ترابيزة رمضان أنا هذكر فيها الأشياء بتاعة رمضان مش الأشياء اللي بناكلها كل يوم، ومنها طبعا الخشاف وعصير أمر الدين ومهلبية أمر الدين والزبادي والكنافة والقطايف والزلابية اللي هي لقمة القاضي، وطبق الفول المتين اللي هو مفيش بيت في مصر كان يخلو منه على الفطار وعلى السحور أو بعد رمضان في الفطار. في بعض الناس تاخده فطار وغدا وعشاء، وأنا بالنفسي أنا باخده فطار وغدا وعشاء في بعض الأحيان. وطبعا من اجمل الاشياء كان مجيبها اللي هو نروح للمحل بتاع الترشي ونروح نجيب ميه للترشي، يبقى ناخد فيه نقول له يا عم ادينا حبه ميه للترشي، فيدينا ازازه ترشي كده، ازازه ميه زائد ازازه ترشي، وده نفتح بايه الاكل واحنا بنتفرج على الحلويات او الحلويات الانواع الطعام الموجوده المختلفه، المهلبيه تبع الرز واللبن والمكسرات وابو فروه وكل الحاجات دي كلها. من الاشياء الجميله في رمضان اللي هو كان في عندنا بيعمل حاجه اسمها مدفع الافطار، يبقى احنا كلنا كاطفال واقفين في الشارع، يعني احنا كنا في الحلميه والحلميه جنب القلعه مش بعيده، ونسمع مدفع الافطار اللي بيضرب في قلعه صلاح الدين فوق، فاول ما يضرب نطلع نجري على طول علشان نفطر مع الوالد والوالده والاخوه والاخوات. برده كان السحور ايضا بيبقى معمول. وفي رمضان كان في حاجه ثانيه برده كويسه حلوه قوي، اللي هو في نص رمضان. فنص رمضان ده كان العمال المصريين اليدويين بيعملوا من كسر الازاز والصفيح، وفي النص بيكون زي الفانوس كده، وفي النص فيه شمعه، كنا نمسكه بالليل وننزل بالليل وفي الشوارع الضلمه دي كلها، واحنا بنقول وحوي يا وحوي ايوحا، وكمان وحوي ايوحا بنت السلطان لابسه القفطان، وكمان وحوي ايوحا. ده كان اغانينا او جزء من اغانينا في رمضان. فالجمال في رمضان في الوقت ده في الحلميه او في القاهره عامه، ان ساعه او قبل المدفع الافطار ما يضرب ولا تلاقي حد في الشارع خالص، البيوت كلها ساكته وساكنه، البلكونات مفتوحه لو كان الدنيا حر او مقفوله لو كان الدنيا برد، الانوار مفتوحه والعيله قاعده مع بعض، يعني الاب والام والاخوات والاحفاد الى اخره الى اخره، تبقى ساعه سكون جميله، وتشوف الترابيزه بتاعت رمضان الكبيره اللي انتم شايفينها قدامكم دي على طول. طبعا الروح دي اتمنى ان انتم تعيشوها مره ثانيه، لان شايف عن الازدحام وتفرق الاطفال وبعدهم والسفر وكذا وكذا وكذا، الروح مش موجوده دلوقتي زي ما كانت زمان. فالروح دي تخليني دلوقتي وانا بكلمكم احس بالحنين والأنين للرجوع مرة تانية لرمضان أيام الحلمية. أشكركم جميعا على مشاهدة الفيديو، وإذا عجبكم أتمنى أنكم تشاهدوه مع أصدقائكم. شكرا وجزاكم الله خير.